ان شاء الله تصالحت انت وزوجتك. تصالحنا استاذ، بس لما وصلت على البيت وشافت خدي احمر ما رضيت تصالحني، قالت لي انت ومين متخانه؟ ما انا عرفان انه في مزح بيني وبينك سئيل. كافي مزح هلا، مو وقت المزح وقت الجد. انا الحقيقه بدي اياك بخدمه صغيره تشرح لي فيها شلون بتخليها تغار عليك، يعني انت شو بتساوي لحتى تخليها تغار؟ شلون يعني استاذ؟ يعني عود لك شو التصرف اللي بتتصرفه لحتى تخليها تشك فيك وتنهمل عليك بوابل من الاسئله؟ استاذ انا ما بساوي شيء، بس هي ظنونه كثير وبتشك كثير وبتغار علي. يعني مثلا اخي سالم بتوهمها انك على علاقه مع وحده ثانيه؟ لا بوهمها ولا شيء استاذ، بس هي رفقاتي اللي بسهر معهم بتعرفهم منيح وبتغار منهم، فكيف بدي اوهمها انه انا على علاقه مع وحده ثانيه؟ بتطلع في الدنيا فوق راسي. يا ريت اللي عندي عندك شو عم تقول استاذ؟ لا 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 ما في شيء، قوم استاذ سالم الله يرضى عليك. هلا بتضل داير بالك على زوجتك، ممكن ما انزعج منها بتقول لها بدي طلقك، طلاق مو لعبه، فهمت؟ يعني طلاق ابغض الحلال عند الله. بتضل ريح الله يرضى عليك بعلاقتك مع زوجتك، ريح انا مريح، ريح تفضل، مع السلامه. مع السلامه استاذ سالم. نيالهم على السعادة اللي عايشين فيها.